برضو هرجع، لو انا تعرضت لابتزاز الكتروني او تحرش الكتروني احنا عندنا اكتر من اعمل ايه اول حاجه؟ يعني اول حاجه اتقدم ببلاغ، في ارقام للشرطه لشكاوى الضحايا، زائد ان كمان المجلس القومي للمراه خصص رقم ساخن لمكتب الشكاوى اللي هو 15115. هايل الرقم ده، ان بيبقى هي بتتوجه بتقول انا عايزه محامي يبقى معايا، بتوفر خدمه قانونيه مجانيه، لان برضو كتير مننا بيخاف ان هو يروح يعمل شكوى او يروح لاي خطوه في مركز شرطه او قضاء او ما الى ذلك من غير محامي، واحيانا بتبقى ظروف ماليه او ظروف الاسره لا تسمح. صحيح صح. فطبعا وجود مكتب شكاوى المراه ده برضو مهم جدا. طب. في كمان خط نجده الطفل 16000، في كمان مباحث الانترنت 108، كل دي ارقام اقدر استعين بيها للابلاغ عن القضيه او المشكله بتاعتي. صح. بس كمان كان يعني اثيرت نقطه مهمه، ان مش ابلغ وخلاص وما اسالش، لا انا مهم ان انا اتابع. صحيح. القضيه وصلت لفين، ان عدم المتابعه معناها عدم الاهتمام او سقوط المشكله او المشكله ما بقتش موجوده، فممكن لاي سبب من الاسباب يحصل تهاون في تناولها، ولكن المتابعه بتخليني الجديه ان انا بحضر الجلسات. صح. اول محامي بيحضر الجلسات. صح. اللي انا بينوب عني من المجلس. هي العقوبة بتبقى ايه يا استاذة منال؟ العقوبة، العقوبة يعني برضو ده شيء اخر لازم نشكر الدولة عليه الحقيقة، لان العقوبة دلوقتي اصبحت عقوبة مشددة، يعني العقوبة دلوقتي الحبس لا يقل عن 2 سنين ولا يتجاوز 4 سنين بغرامة لا تقل عن 100,000 ولا تزيد عن 200,000 او باحدى هاتين العقوبتين. مش بس كده، كمان في نقطة مهمة جدا، ان في حالة ان هذا العود او ان تم تكرار الحدث تاني او الابتزاز او يعني كان ليه سابقة قبل كده، فهو بيتضاعف الحد الادنى والاقصى لكلتا الحالتين، سواء كان الفلوس او السنين لا تقل عن 7 سنين في هذه الحالة. الحقيقة دكتورة منال احنا بنشكرك جدا، وبنشكر مؤسسة القرى للتنمية المستدامة، وبنشكر وزارة التضامن لسرعة الاستجابة، لان الحقيقة ان الحملة دي والحركة دي في منتهى الأهمية، لانه احنا بنواجه يعني خطر كبير على مجتمعنا وخطر كبير على بناتنا وخطر كبير على شبابنا لما بيفتكروا ان هم يقدروا يعملوا كده ويكملوا حياتهم عادي منتهى السلام والأمان، وان دي لعبة لطيفة وطريقة ظريفة للتسلية.